عشان الجيوب الأنفية بتاعتنا تبتدي تتفتح عندنا أول نقطة هنا اهي بين الحاجبين النقطة دي، وهنبتدي ننزل النقطة اللي فوق دي هنبتدي نضغط عليها اهي كده ونحركها، وننزل تحت هنا اهو في الجيوب الأنفية فوق اهو في الحتة دي كده اهو نضغط عليها اهي ونتحرك فيها لبره اهي، وننزل تاني في الحتة دي اهي ندوس عليها شوية ونبتدي نحركها، ونخش تاني اهو النقطة دي ندوس عليها ونبتدي كده اهو ننزل عشان نفتح الشعب الهوائية في الصدر. ادي المنطقة بتاعت الزور، هندوس على النقطة دي عشان نفتح لو حد عنده اللوز او حد عنده احتقان في الزور المنطقة دي، ونبتدي نخش في الحتتين اللي في الجنب اهم من هنا، نبتدي ننزل كده اهو في الحتتين دول عشان نفتح الشعب الهوائية، ونبتدي تاني من هنا نبتدي ننزل في الحتة دي عشان نفتح الشعب الهوائية. يبقى احنا خدنا المنطقة دي كلها عشان نفتح الجيوب الأنفية عشان لو فيها زكام، ونفتح منطقة الشعب الهوائية واللوز أو الزور عشان لو في احتقان في الزور أو في أي نوع من أنواع الالتهاب الرئوي أو الكحة أو أي من الحاجات دي.